السلام عليكم ورحمه الله. اذا الان مع الطاقه الحركيه وطاقه الوضع التقليه ثم الطاقه الميكانيكيه والطاقه الحراريه ملخص الدرس، ملخص مركز جدا، لكن سوف ان شاء الله سوف اقوم ب يعني ايضاح كل النقاط المهمه في الدرس التالي. اذا نبدا اولا بالاشياء التي سنحتاجها. من بين الاشياء التي سنحتاجها نحتاج الشغل، تعبير الشغل، شغل قوه دائما، شغل قوه الف دائما يساوي بين نقطتين A و B يساوي الجداء السلمي للقوة F في المسافة A في عفوا في المتجهة A بمسافة متجهة الانتقال من A إلى B. إذا قمنا بالحساب سوف نجد أنه يساوي منضم F في منضم AB في كوسينس الزاوية بين F و A B. الزاوية بين F و AB. إذا قمنا بتطبيق العلاقة التالية يمكن حساب شغل أي قوة لدينا. كحالة خاصة لشغل القوة هناك مثلا شغل وزن جسم من نقطة A إلى نقطة B كم يساوي؟ شغل وزن جسم يساوي بكل بساطة وزن الجسم في المسافة AB عفوا في متجهة AB أو متجهة المسافة. إذن يساوي شدة P هي M G في AB المسافة في كوسينس M G عفوا الزاوية بين P و A B. إذا قمنا باعتبار الشكل التالي هو أي شكل معين، أي شكل الوزن P هو الوزن التالي. اعتبر مثلا جسم ينزلق من النقطة A نحو النقطة B، جسم ينزلق من النقطة A نحو النقطة B. إذا قمنا بحساب شغل هذا الجسم فإنه يساوي MG في AB في كوسينس PAB الزاوية بين B و AB. إذا هنا AB و B الزاوية بينهما هي الزاوية التالية. إذا قمنا بحساب كوسينس هذه الزاوية كوسينس ألفا كم يساوي؟ يساوي الدلع المحادي، يعني هذا الدلع وهذا الدلع كم يساوي؟ يساوي زد أ ناقص زد ب، طول الدلع هو زد أ ناقص زد ب، إذن يساوي زد أ ناقص زد ب على الوتر عفوا على المسافة أ أب. إذن أب في كوسينس ألفا يساوي زد أ ناقص زد ب. AB في كوسينس الزاوية هو زد A ناقص زد B. زد A دائما سواء كانت حركة مستقيمية أو حركة إلى آخره، المهم أي حالة دائما لدينا شغل الوزن هو MG زد A نقطة الانطلاق ناقص زد B نقطة الوصول، إحدى A نقطة الانطلاق ثم B نقطة الوصول، دائما شغل B يعني يعتبر نفس النتيجة. قدرة قوة، قدرة قوة لكل قوة شغل وأيضا لكل قوة قدرة، يمكن أن يكون شغل منعدم وكذلك يمكن أن تكون قدرة منعدمة. إذا القدرة المتوسطة لقوة معينة هي شغل هذه القوة على المدة المستغرقة خلال يعني أثناء الحركة. مثلا عندما يتحرك جسم صلب من النقطة A مثلا سقوط نحو النقطة A أو انحدار نحو النقطة B سيستغرق مدة زمنية، نحسب الشغل ثم المدة الزمنية ونقوم بقسمة الشغل على المدة الزمنية فنجد القدرة المتوسطة. وهناك أيضا قدرة لحظية بالنسبة للشغل يمكن التعبير عنه ب يساوي مثلا قوة في مسافة وهنا تعطي والمسافة على زمن، قوة في مسافة على زمن، مسافة على زمن تعطينا سرعة v. إذن يمكن أن نعبر عن P أيضا بالعلاقة التالية تساوي F جداء سلمي V و F V في بعض الحالات في غالب الأحيان. لماذا؟ لأن تكون شدة القوة منحى القوة في يعني في منحى الحركة، مثلا عندما نحرك جسم بقوة F في هذه الحالة منحى القوة ومنحى الحركة
هما نفس من حيث الزاويه هي صفر كوسين الصفر يساوي واحد، اذا نساوي اف في او ناقص اف في اذا كان لدينا يعني الحركه عكس القوه. واضح؟ اذا تسمى القدره اللحظيه. القدره اللحظيه وحده القدره هي الواط، وحده الشغل هي الجول. لا اذا تعبير الطاقه الحركيه، الان مع الطاقه الحركيه الان ندخل الى الدرس. الطاقه الحركيه، الطاقه الحركيه او سي تساوي 1 على 2 ام في اس 2. الطاقه الحركيه تساوي 1 على 2 ام في اس 2، بحيث ام هي كتله الجسم او وزن الجسم، عفوا كتله الجسم، و في هي سرعه الجسم، 1 على 2 هذا. واضح؟ هذه حركه مستقيميه، لدينا في سرعة خطية. وإذا كانت لدينا حركة دائرية إلى آخره، سواء 1 على 2 جي دلتا أوميغا أوكاي، جي دلتا أوميغا أوكاي. أيضا سنحتاج إلى العلاقة بين في وأوميغا. لدينا بكل بساطة إذا قمنا بحساب طول قوس بدلالة الزاوية والشعاع، طول هذا القوس مثلا أبي، طول أبي مسافة ربي تساوي الشعاع في الزاوية تاتا، تساوي تاتا. إذا بالنسبة لـ أبي على تي هو سرعة خطية، و آر تاتا على تي متساوية زين. إذا أبي على تي هي سرعة، تاتا على تي هي سرعة زاوية، و آر هو الشعاع. إذا في تساوي آر أوميغا، يمكن حساب في بدلالة أوميغا والعكس صحيح، أوميغا تساوي في على آر أيضا. إذا كل هذه العلاقات سوف نحتاجها. وحدة أوميغا هي راديان بار سكوند، ووحدة في هي متر بار سكوند إلى آخره. كذلك يمكن أن نحتاج إلى الدور تي وإلى تردد ان. بالنسبه ل تي يساوي دو بي على اوميغا، و ان يساوي العكس اوميغا على دو بي، او يساوي 1 على تي. المهم كل المعطيات التاليه سوف نحتاجها في الدرس. كذلك سنحتاج إلى عزم قوة، عزم قوة أم دلتا عزم قوة أف بالنسبة لمحور في حالة دوران. نتكلم عن عزم إذا كان لدينا حركة دوران، إن لم يكن لدينا حركة دوران لا نتكلم عن عزم قوة. عزم قوة يساوي الشدة أف في دي زائد أو ناقص، زائد إذا كانت لدينا القوة تحرك الجسم في مسار الحركة، و ناقص إذا كانت القوة عكس مسار الحركة. والدي هي المسافة، أقصر مسافة بين اتجاه اف ومحور دوران دلتا. مثلا نعتبر محور دلتا، مثلا القلم محور دلتا، وقرص معين، نقوم بتطبيق قوة اف هنا على هذا القرص، قوة اف لكي نقوم ب يعني تدوير القرص في هذا المنحى، منحى الموجة. إذا في هذه الحالة لدينا اف في منحى حركة القرص، إذا في هذه الحالة ام دلتا دو اف هي اف زائد اف في دي، والدي هي أقصر مسافة، إذا نقوم ب يعني تمديد اتجاه اف أقصر مسافة، يعني عندما تكون لدينا هنا زاوية قائمة، إذا دي هي المسافة التالية. وليس المسافة التالية، إنما المسافة التالية أقصر مسافة. لكن لدينا اف مثلا هنا في هذه الحالة دي هي المسافة التالية، وفي هذه الحالة عكس منحى الحركة، الحركة تدور اتجاه الموجب، والقوة التالية سوف تقوم بتدوير القرص بالعكس، إذا سوف تكون لدينا ناقص اف دي في هذه الحالة. افتحة شغل عزم افتحة سوي ناقص اف دي، سوي ناقص اف دي وليس اف دا.
لأن القوة سوف تكون مقاومة للحركة. وكذلك عزم مزدوجة. عزم مزدوجة ام دلتا اف واحد اف زوج تساوي بالنسبة للمزدوجة تكون لديهم لدينا لاف واحد واف زوج نفس شدة اف ودي زائد او ناقص كذلك. بالنسبة للمزدوجة اف واحد مثلا اف اثنان المسافة دي ليست المسافة بين مركز بين دلتا بين محور دوران دلتا و اف واحد او دلتا، وانما دي هي المسافة بين اتجاه اف واحد واتجاه اف اثنان، يعني دي هي المسافة التالية. نحدد المسافة باستعمال الزوايا وباستعمال المعطيات الى اخره. اذا هنا زائد اف دي اذا كان يعني منح الحركة، اذا كان منح الحركة في هذه الحالة اف واحد واف اثنان يعني محركة، وإذا كانت لدينا الحركة مثلا حركة القرص في الاتجاه المعاكس تكون سالبة، لأن بالنسبة للقرص يدور عكس عقرب الساعة مثلا، وبالنسبة لـ F1 و F2 تقوم بتدوير القرص في منحى عقرب الساعة، وبالتالي تكون لدينا ناقص وليس زائد. شغل قوة ثابتة أثناء دوران الجسم، شغل قوة أثناء دوران الجسم أثناء دوران وليس في حركة مستقيمة، شغل من A إلى B دوران يعني من نقطة A إلى نقطة B يساوي العزم جدا الزاوية زاوية الدوران تيتا أو جلتا تيتا يعني الزاوية جلتا تيتا أو تيتا يعني زاوية الدورة، يعني عندما يدور الجسم مثلا من النقطة A نحو النقطة B تيتا هي زاوية ثانية، دلتا تيتا كذلك هي نفس القياس. واضح؟ وقدرة الجسم في حركة الدوران يساوي العزم في أوميغا. وأيضا نحتاج مبرهن الطاقة الحركية. مبرهن الطاقة الحركية تقول أنه دلتا سي بين موضعين A و B تساوي مجموع الأشغال، مجموع أشغال كل القوى المطبقة على الجسم من النقطة A إلى النقطة B، يعني OC في النقطة B ناقص OC في النقطة A تساوي مجموع الأشغال من A إلى B، مجموع الأشغال من A إلى B يعني يشمل كل القوى الموجودة من A المطبقة على الجسم أثناء حركته من A إلى B. واضح؟ دي مبرهنة الطاقة الحركية. ثم طاقة الوضع التقالية OP تساوي M جي ست زائد ثابتة، الام معروفة كتلة الجسم، جي معروفة جدا الثقالة، والزاد والسي سوف نقوم بمعرفتها لها. مثلا إذا كان لدينا جسم، إذا كان لدينا جسم هنا مثلا اس أثناء حركة نريد رفع الجسم مثلا إلى من النقطة A إلى النقطة B، رفع الجسم من النقطة التالية A إلى النقطة قم بإنشاء محور زد أو زد أو زد. إذن إذا قمنا برفع الجسم من A إلى B سيرتفع هذه المسألة، هنا زد A ارتفاع A ثم زد B ارتفاع B، أم جي زد، زد هي هذا الارتفاع فقط، هي هذا الارتفاع هي زد، زد هي هذا الارتفاع، يعني زد B ناقص زد A، زد B ناقص زد A، حركة من A إلى B زد بي ناقص زد A، و سي هي طاقة الوضع من المرجع، يعني من المرجع إلى نقطة انطلاق الحركة. إذا هنا لدينا سي
وهي E C من O إلى Z يعني E C A نقطة A. واضح في هذه الحالة هي E C A. إذا كان لدينا المرجع هو نقطة A مثلا هو مرجع حركة فإن C تساوي صفر. C تساوي صفر. واضح في هذه الحالة شدة الثقل هي أو عفوا الثقل الثقل الوضع الثقلية هي ام جي زد وليس زائد سي. سي تساوي صفر. واضح أظن أن الأمور واضحة. دائما الوحدة هي الجول الجول إلى آخره. الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية نرمز لها بأم تساوي أ سي زائد أ بي بكل بساطة. الطاقة الميكانيكية هي أ سي زائد أ بي. بالنسبة للطاقة الميكانيكية نحتاجها في بعض الحالات يعني للبحث عن أحد المجاهيل بدلالة مجاهيل أخرى مثلا أو باستنتاج هل هناك احتكاك في الحركة أم لا. هنا مثلا المبرهنة تقول أنه دلتا أو أم يعني أو أم في اللحظة النهائية ناقص أو أم في اللحظة البدئية تساوي صفر في أي حالة في حالة انعدام الاحتكاك وتخالف صفر في حالة وجود احتكاك. إذا لم يكن لدينا احتكاك دلتا و ام يساوي صفر. إذا كان لدينا احتكاك فإن دلتا و ام ليس لا يساوي صفر وإنما دلتا و ام وجود احتكاك دلتا و ام يساوي شغل الاحتكاك شغل الاحتكاك وهذه الطاقة التي يعني تفقد بالاحتكاك هي طاقة حرارية تتحول إلى طاقة حرارية. إذا تكون لدينا طاقة ميكانيكية تتحرر منها طاقة حرارية وهذه الطاقة الحرارية هي ناقص شغل قوة الاحتكاك أو تسببها قوة الاحتكاك. إذا سنحتاج أيضا إلى العلاقة التالية الطاقة الميكانيكية تنحفظ في حالة انعدام الاحتكاك ولا تنحفظ في حالة وجود احتكاك. والآن مع تمرين تطبيقي. إذا سوف نقوم بقراءة التمرين. نرسل عند اللحظة تي زيرو عند اللحظة تي زيرو مثلا جسم صلب كتلته 100 غرام كتلته 100 غرام جسم صلب من النقطة O من النقطة O عند T0 يعني عند النقطة O إلى النقطة A فوق سطح مائل بزاوية ألفا من السطح الأفقي زاوية ألفا تساوي 30 درجة. يصل جسم S إلى النقطة A بسرعة VA يصل جسم S إلى النقطة A بسرعة VA عند اللحظة T A تساوي 1 سكوند يعني T A هذه اللحظة أثناء وصول الجسم إلى النقطة A كان الزمن يشير إلى 1 سكوند. نعطي المسافة أو هي 0.5 متر و 0.5 متر وشدة الثقل الجي 10 نيوتن بار كيلوغرام. بالنسبة للمنحنى جوج يمثل تغير الطاقة الحركية السي بدلالة الزمن للجسم اس. مثلا عند اللحظة او كانت 0.45 عند اللحظة 1 سكوند كانت 0.20 سكوند اللحظة 0 تساوي 0 0.45 لحظة تي تساوي 1 سكوند 0.20 جول. السؤال الأول يعطي نص مبرهنة الطاقة الحركية لجسم صلب في إزاحة. نص مبرهنة الطاقة الحركية بكل بساطة هو موجود في الكتاب أو في الدفتر يساوي تغيير الطاقة الحركية تغيير الطاقة الحركية يعني دلتا أو سي. دلتا أو سي هو تغيير الطاقة الحركية دلتا أو سي يساوي مجموع الأشغال يعني اشغال القوى المطبقه على الجسم اثناء حركته من
من لحظة واحد إلى لحظة زوج، يعني من لحظة واحد إلى لحظة زوج. دونك النص يقول يساوي تغيير الطاقة الحركية لجسم صلب في إزاحة بين لحظتين، في إزاحة بين لحظتين، لحظة واحد وزوج، المجموع الجبري لأشغال كل القوى المطبقة على هذا الجسم بين هاتين اللحظتين. مجموع جبري لكل أشغال القوى المطبقة على هذا الجسم بين هاتين اللحظتين، إذا نعبر عنها ب أس زوج ناقص أس واحد تساوي مجموع أشغال القوى المطبقة على الجسم بين اللحظة واحد واللحظة زوج. المباراة الطاقة الحركية. السؤال الثاني، أوجد تعبير شغل وزن الجسم، تعبير شغل وزن الجسم بين اللحظة تزر والتئة، بين اللحظة تزر والتئة، تعبير وزن الجسم، شغل وزن الجسم كم يساوي من اللحظة يعني أو إلى أ. قلنا أن الشغل يساوي شدة يعني أم جي شدة بي في زد أو ناقص زد أ، زد أو ناقص زد أ. قمنا على البرهان على هذه العلاقة في ملخص الدرس، أم جي زد أو ناقص زد أ. بالنسبة للزد أو ناقص زد أ كم يساوي؟ هي المسافة التالية، نحن لدينا أو أ وليس المسافة التالية، وليس أش زد أو ناقص زد أ هي أش، لدينا أو أ. إذا كم تساوي؟ أش. إذا قمنا بحساب سينس هذه الزاوية، سينس ألفا هي ماذا؟ المقابل على الوتر، على أش على أو أ. إذا لدينا سينس ألفا يساوي أش على أو أ، يعني أو أ في سينس ألفا يساوي أش. إذا زد زر ناقص زد أ يساوي أو أ سينس ألفا، أو أ سينس ألفا. الجسم يتحرك نحو الأعلى والوزن وشدة الوزن نحو الأسفل، إذن الوزن في هذه الحالة سوف يكون مقاوم، وبالتالي هنا لدينا ناقص ام جي او أ سينس ألفا، لأن زد أو ناقص زد أ إذا قمنا بالتعبير الجبري هو ناقص أش وليس أش، ناقص أش وليس أش، إذن هنا ناقص، إذن تساوي ناقص أم جي أو أ سينس ألفا، أم جي أو أ سينس ألفا، التعبير فقط المطلوب هو أوجد التعبير. ثم ذا أحسب شغل، إذن تبقى عددي أم 100 غرام يعني 0.1 كيلوغرام، جي 10 نيوتن بار كيلوغرام الوحدات العالمية، المسافة هي أو أ كم تساوي 0.5 متر في سينس ألفا، سينس 30 هي 1/2 تساوي 1 في 0.25 يعني 0.25 الوحدة هي جول، 0.25 جول. عفوا هنا ناقص لأن الإشارة سالبة، هنا ناقص تساوي ناقص، لا تنسى ناقص، لأن شغل الوزن مقاوم حركة نحو الأعلى، الوزن نحو الأسفل، إذا مقاوم هنا دائما سالب. السؤال الموالي نختار كحالة مرجعية لطاقة الوضع التقليدية هي النقطة أو، يعني زد أو تساوي صفر، يعني طاقة الوضع عند اللحظة أو يساوي صفر. السؤال المطروح بين أن الطاقة الميكانيكية للجسم تنخفض خلال الحركة أو، بين أن الطاقة الميكانيكية للجسم تنخفض أثناء الحركة أو من أو إلى أ، بين أن الطاقة الميكانيكية تنخفض من أو إلى أ، سوف نبين أن الطاقة الميكانيكية تنخفض من أو إلى أ، لن نحتفظ بالشغل تساوي
ناقص 0.25 جول. نبين أن الطاقة الميكانيكية تنخفض. ماذا تعني الطاقة الميكانيكية تنخفض؟ يعني دلتا أو إل يساوي صفر. لكي نبين أن دلتا أو إل يساوي صفر نحسب أو إل عند اللحظة أو ثم أو إل عند اللحظة أ ونجد نفس النتيجة. يعني دلتا أو إل يساوي صفر. إذا أو إل عند اللحظة أو هي 1 على 2 إل عفوا هي أو سي عند اللحظة O زائد OP عند اللحظة O و EMA هي E C عند اللحظة A زائد OP عند اللحظة تساوي OC عند اللحظة 0 هي 0.45 لا نحتاج إلى حسابها. OP عند اللحظة A كم تساوي؟ OP عند اللحظة 0 هي ام عند اللحظة 0 هي 0. لماذا؟ لأن اعتبرنا أن الزد 0 تساوي 0، يعني الحالة المرجعية لطاقة الوضع التقلية هي او، يعني إذن يساوي 0. بالنسبة للحالة الثانية اس عند اللحظة او 0.20 شو زائد او بي عند اللحظة او، او بي عند اللحظة او هي ام جي زد او، إذن تساوي 0.20 جول زائد ام جي ام 0.1 كيلوغرام في 10 نيوتن بار كيلوغرام في زد ا. زد ا قلنا هي اش وهي او ا سينس الفا. في او ا سينس الفا او ا كم تساوي؟ او ا سينس الفا يعني 0.5 في سينس الفا سينس 30 يعني 1 على 2 تساوي، قمنا بحساب ذلك من قبل لنا يساوي شغل ناقص شغل زائد 0.1 في 10 يعني 1 في 0.5 يعني 0.25 يعني 0.25 جول. النتيجة 0.20 زائد 0.25 هي 0.45 جول. إذن إذا قمنا بحساب دلتا الآن سوي الآن أ ناقص ام او تساوي 0.45 ناقص 0.45 صفر. إذن الطاقة الميكانيكية تنحفظ خلال الحركة بين الجسمين من أ من أو إلى أ، إذن تنحفظ طاقة الحركة. إذن سؤال مطروح، سؤال إضافي هنا، هل تتم الحركة باحتكاك أم بدون احتكاك؟ الجواب بدون احتكاك. لماذا؟ بكل بساطة لأن دلتا أم تنحفظ، لأن الطاقة الميكانيكية تنحفظ، إذن تتم الحركة بدون احتكاك، بدون احتكاك. هنا أيضا يمكن أن يطرح سؤال حساب السرعة VA و VB، كذلك يمكن أن نقوم بحساب VA بدلالة أسي. لدينا أو سي أ معروف، إذن يساوي 1 على 2 أم في أ أو سي 2 واضح. لا يمكن حساب في أ و في بي في أ أو في بي. إذن حساب في أ لدينا أو سي أ تساوي 1 على 2 أم في أ أو سي 2 يعني 2 اس سي يساوي ام في ار يعني ام في يعني في ار اس 2 تساوي 2 على ام اس سي اس سي ار. اذا تساوي في ار تساوي جذر مربع 2 اس سي ار على ام، ونقوم بتعويض اس سي ار بالقيمه 0.20 في 2 على ام جذر مربع إلى آخره، وكذلك في بي بنفس الطريقة.